يقول السائل: إذا لم يتيسر للرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف فهل علي شيء؟ الرمل سنة، سنة في طواف القدوم للحج وفي طواف العمرة. الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة وفي طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد للحج. وأما بقية أنواع الطواف مثل طواف الإفاضة وطواف الوداع طواف التطوع هذه ليس فيها رمل، والرمل في طواف القدوم أو في طواف العمرة سنة إذا أمكن الحمد لله طيب وفيه أجر، وإذا لم يمكن فلا حرج عليك إذا تركته وطوافك صحيح وتام بإذن الله. نعم.